في الشأن الدولي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعمل على اتفاق تجارة مهم للغاية مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون. وأضاف ترامب عقب مباحثات هاتفية مع جونسون أن بلاده تعمل بالفعل على اتفاق تجارة مع بريطانيا، خاصة وأن الدولتين كانتا تتعرضان لعرقلة في مجال التجارة بسبب علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي. من لندن أستاذ سامر الخليوي الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ سامر بعد التحية، ما أصدى هذا يعني الخبر وهذه الاتفاقية وربما التعاون الجديد الذي سيأخذ شكل جديد بين الولايات المتحدة وبريطانيا داخل بريطانيا وعلى الرأي العام هناك؟ نعم، في البداية صباح الخير لك وللسادة المشاهدين. في الحقيقة أنصار بوريس جونسون المؤيدين للخروج من الاتحاد الأوروبي قد يوافقوا على هذا التوجه. الكل يعلم أن ترامب يريد وأيد أكثر من مرة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولكن أنا أعتقد أن حتى الحديث عن هذه الصفقات هو لم يوضح. جونسون عندما كان في مجلس العموم قال أنه يريد صفقات تجارية مع الولايات المتحدة دون الخوض في هذه الصفقات، وكان يطالب بعلاقة ما بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي على شاكلة كندا مع الاتحاد الأوروبي. هذا التوجه التوجه جونسون ليس بجديد، وموقف ترامب أيضا ليس بجديد الذي يريد أن يبعد بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي من أجل أن تكون هناك علاقات قوية تجارية قوية ما بين البلدين. ولكن هذا كله سوف يعود إلى مجلس العموم للموافقة عليه، فمن هنا هذه التصريحات هي سابقة لأوانها، لأنه إلى الآن لم تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وطالما هي بقيت بالاتحاد الأوروبي لا يحق لها إبرام أي صفقات تجارية مع دول خارج دول الاتحاد الأوروبي. نعم، ولكن بهذا يعني الخروج من الاتحاد بدا وشيكا الآن وبدا مؤكدا، ولأنه بوريس جونسون يعني معروف توجهاته ناحية الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو أصلا من الراغبين للخروج حتى من دون اتفاق وبأي ثمن. نعم، يعني جونسون أعلن عن موقفه منذ الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي، وجاء بفريق وزاري بنفس الاتجاه ونفس التوجه الذي يريده جونسون، ولكن هو يتحدث عن الخروج في 31 من أكتوبر، ولكن كيف يستطيع أن يخرج؟ وقال أننا سوف نخرج بديل أو من دون ديل، باتفاق أو من دون اتفاق، ولكن هذا مرهون للمجلس العموم. الكل يتذكر أن هناك تصويت داخل مجلس العموم يمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. أيضا هناك معارضة داخل حزب المحافظين الذي يقوده جونسون يمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. هذه عبارة عن تصريحات يريد من خلالها جونسون أن يرفع من شعبيته ويكسب المؤيدين للخروج. أستاذ سمر، هناك أيضا ضد قانون، وهناك أيضا ما يعني يمكن بوريس جونسون من تعليق مجلس العموم واتخاذ هذا القرار بمفرده، وهذا أيضا لوح به بوريس جونسون في وقت من الأوقات في مسألة بأنه هذا أصلا موجود ولم يتم اللجوء إليها في المملكة المتحدة طوال السنوات الماضية، ولكن هذا من الممكن أن يحدث. يعني أنا أستبعد ذلك. هو حاول أيضا أن تكون أيضا الإجازات تستمر في شهر أكتوبر، لأنه كما هو معلوم أن يوم أمس كان أو قبل أمس يوم الخميس كان آخر يوم لأعضاء البرلمان، وسوف يعود في 3 سبتمبر. يعني هذه المحاولات محاولات فاشلة لن تنجح. إذا كان جونسون يعول على ذلك فهو فاشل. أنا أعتقد أنه يعول على أمور أخرى هو تحدث بها تخص بريطانيا، وقد يكسب بعض الشعبية. ولا ننسى أن انتخاب جونسون هذه كانت سابقة لم تحدث بتاريخ بريطانيا. من أيد لجونسون هم 2%. هذا يعني أنه 99.8% لم يرغبوا أو لم ينتخبوا جونسون. فمن هنا حتى شرعيته هي ناقصة بين قوسين، وحتى تأييده أو الأغلبية داخل المجلس العموم هي أصبحت محدودة. يعني هناك فقط صوتين بأغلبية مع وجود حزب الديمقراطي الوحدوي الإيرلندي.
فمن هنا أنا أعتقد أن كل هذه التصريحات هي سابقة لأوانها ولا يمكن الجزم بها قبل العودة إلى البرلمان. شكرا جزيلا لك أستاذ سامر الخليوي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من لندن. إذن مشاهدينا الكرام ننهي هذه الجولة من الآن مع حضراتكم ونلتقي من جديد على رأس الساعة في نشرة إخبارية مفصلة، ابقوا معنا.